اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الثلاثاء. غادي تستمر تشكل سحب منخفضه من السواحل الشماليه والوسطى المحيط الاطلسي عند الصباح الباكر، حيث من المحتمل تقدر تعطي بعض الامطار الحقيقيه والمحليه. غيتلاحظ تمركز السحب ركاميه غير مستقره شيئا ما فوق مرتفعات الاطلسي الكبير والمتوسط، مع امكانيه تساقط بعض الزخات المطريه المتفرقه. عدا ذلك غادي يبقى الطقس مستقر مع سماء مغشاه بسحب من الاجواء العليا بشمال البلاد وصحوه نسبيا بالجنوب، وغتهب الرياح ضعيفه الى معتدله القوه من القطاع الشرقي بمنطقه طنجه والسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 12 درجة، 11 درجة في مدينة وجدة، 10 درجات في فاس وكذلك مكناس، 9 درجات في مدينة الرباط، 13 درجة في الدار البيضاء، 15 في مراكش. أكادير غادي تعرف 16 درجة و 17 درجة في كل مدينتي العيون والداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال طقس هذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعه من الامتيازات، اجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفازه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وها هي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، برامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.